السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل مشيئة الله محاضرتنا في مادة الإدارة الاستراتيجية. كنا في المحاضرة السابقة قد توقفنا عند الانتهاء من إجراء عملية الاختيار الاستراتيجي بالاعتماد على محفظة بوسطن الاستشارية. قلنا يتم اختيار البديل الاستراتيجي بالاعتماد على هذه المحفظة في ضوء الحصة السوقية للمنظمة ومعدل النمو في الصناعة. وكنا قد أشرنا أنها تتكون من أربعة مربعات، كل مربع له دلالة معينة، بمعنى أن إذا وقعت منتجات المنظمة في هذا المربع علينا أن ننظر إلى حصة المنظمة السوقية اللي هي مرتفعة أو منخفضة مع الاتجاه النشاط، مع الاتجاه في اتجاه في الصناعة التي تنتمي إليها المنظمة، يعني إذا كان هناك نمو أم تراجع في هذا النشاط. فعلى المنظمة أن تختار البديل المناسب. وكنا قد توصلنا إلى كيفية إجراء هذا التحليل وكيفية التوصل إلى البديل المناسب، وعند الوصول إلى البديل المناسب ما هي المتطلبات اللازمة للمساعدة على تبني هذا البديل. نستكمل بمشيئة الله في محاضرة اليوم المعايير الواجب مراعاتها لنجاح الاختيار الاستراتيجي. طبعا الاختيار الاستراتيجية بيتضمن التعرف على بدائل الاستراتيجيات الممكنة التي يمكن تطبيقها. يعني في معظم الأحيان متخذ القرار طبعا بيجد أمامه العديد من البدائل، وحتى يتم الاختيار المناسب لابد أن يراعي متخذ القرار عدة معايير هامة، من بينها العامل الأول من العوامل التي يجب مراعاتها عند الاختيار الاستراتيجي. أول عامل دراسة الخبرة الماضية. المقصود بدراسة الخبرة الماضية أن طبعا أن الأفراد عادة معظمهم يسلك نفس السلوك أو سلوك شبيه بما انتهجوه في الماضي، بمعنى أن المنظمات بتبدأ دراسة الاستراتيجيات الحالية مع بدائل الشبيهة لها والتي اعتمدت عليها في الماضي، يعني وبالتالي فالبدائل التي سيتم اختيارها هتحددها استراتيجيات المنظمة الماضية. معناها في دراسة الخبرة الماضية أن المنظمة تبدأ بدراسة بدائل الاستراتيجية الحالية مع مراعاة البدائل الشبيهة بها، وبالتالي فإن البدائل التي سيتم اختيارها تحددها الاستراتيجيات الماضية. طبعا الاستفادة من الاستراتيجيات أو من الماضي أو من الاستفادة من الماضي كأساس للاختيار الاستراتيجي هو ليه مزايا، إن هو من شأنه تخفيض الوقت والمجهود، يعني طبعا المكرسين للبحث عن بدائل، لكن الاعتماد على نتائج أو على الأحداث الماضية برغم أهميته، لكن طبعا إحنا بنقول إن هو بيحد من قدرة المنظمة على التفاعل بكفاءة مع بيئتها الحالية. في الخبرة الماضية احنا بندرس الخبرة الماضية الخاصة بالأفراد، يعني أبعاد الخبرة الماضية الخاصة بالأفراد والخبرة الماضية الخاصة بالمنظمات. الخبرة الماضية الخاصة بالأفراد طبعا أي فرد أو أثبتت، يعني زي ما احنا عارفين إن البحوث أثبتت إن هناك ارتباط ما بين الأفراد وبين الدورات اللي مروا بها في الماضي، يعني لما كانوا مسؤولين عن الأداء، سواء نجحت الاستراتيجيات اللي تبنوها أم فشلت. يعني أي فرد كان مرتبط باستراتيجية ما، أو كان مسؤول عن تحقيق أداء معين، سواء كانت نجحت الاستراتيجيات في تحقيق الأداء المرغوب أو فشلت، فهؤلاء الأشخاص يكونوا متأثرين بالدورات التي مروا بها في الماضي. وبالتالي الخبرة الماضية ستؤثر إلى حد بعيد في اختيار البديل الاستراتيجي. يعني الأمر بيتطلب إن احنا التعرف على هذه الخلفيات، إبرازها، تحليل نواحي القوة فيها الاستفادة منها، وتحليل نواحي الضعف والقصور لعلاجها ومحاولة تفاديها. يعني أي فرد لديه خبرة ماضية باستراتيجية معينة وصل بها إلى معدل الأداء المطلوب، فعليه أن يعرض هذه الخلفيات ويبرز ويحلل نواحي القوة للاستفادة منها، أو إذا فشلت أو كانت هذه قد أصاب هذه الاستراتيجية الفشل، بمعنى لم تحقق معايير الأداء المطلوبة أو مستوى الأداء المطلوب، فبالتالي
لابد أن يتم استعراض نواحي الضعف التي أدت إلى ذلك ولمحاولة علاجها وتفاديها. بالنسبة للخبرة الماضية قلنا لها بعدين، الخبرة الماضية الخاصة بالأفراد وأشرت إليها، الخبرة الماضية الخاصة بالمنظمة. لما نتكلم عن الخبرة الماضية الخاصة بالمنظمة، غالبية المنظمات بتميل إلى التزام باستراتيجية واحدة وثابتة، فبالتالي هي بتقاوم التغيير. يمكن الاستراتيجيات الماضية بتؤثر في المنظمة على تقييم مدى الاستراتيجيات من عدة نواحي، إن دائما الاستراتيجية القديمة اللي سبق نجاحها بيكون من الصعب تغييرها عن الاستراتيجيات الأحدث أو الأقل نجاح. لو احنا الناحية الثانية، إذا ما بدأت الاستراتيجية، فبالتالي لو المنظمة بدأت الاستراتيجية فإنها بتتقيد بخطواتها وبتلتزم بإجراءاتها، فده بيجعلها تستمر على ما النهج اللي بيسمى الدفع بظاهرة الجذب والدفع. يعني متخذ القرار يدفع الاستراتيجية القديمة للتطبيق، ويأتي المديرون يجذبون نفس الاستراتيجية للتطبيق فيستمر بقاؤها وهكذا. يعني يبقى معنى كده ان متخذ القرار بيدفع الاستراتيجية القديمة للتطبيق، فيأتي المديرون يجذبون نفس الاستراتيجية للتطبيق وبالتالي يستمر بقاؤها. لما تفشل، يعني عندما تفشل الاستراتيجيات الفرعية أو عندما يستمر تغيير البيئة الحدوث، يعني تغيير في البيئة، يبدأ القادة بمراعاة التغيرات الأكثر حدة عن الاستراتيجية الحالية. يعني بمعنى إذا كانوا هيتبعوا الاستراتيجية الماضية وهناك استمرار تغيير في البيئة، فيبدأون في ذلك الوقت بمراعاة التغيرات التي هي أكثر حدة عن الاستراتيجيات يعني القديم. العامل الثاني الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند اختيار البديل الاستراتيجي، اللي هو اتجاهات ذوي النفوذ في المنظمة. بمعنى أن اختيار أي استراتيجية أو استراتيجية معينة هيرتبط عادة بمراكز القوى والتأثير داخل المنظمة، لأن طبعا أي استراتيجية بيترتب عليها، كما سنرى إن شاء الله في مرحلة التطبيق، بيترتب عليها تغييرات في الهياكل التنظيمية وفي أنماط العلاقات، وبالتالي التأثير على النفوذ فالعناصر المؤثرة، يعني العناصر المؤثرة أو ذوي النفوذ الحاليين اتجاهاتهم سيكون لها تأثير في تفضيل استراتيجية على أخرى. يعني إذا كانت اتفقنا أن أي استراتيجية بيترتب عليها تغييرات في الهيكل التنظيمية وفي أنماط العلاقات، وبالتالي يعني بعض ذوي النفوذ أو مراكز القوى في المنظمة سيكون لهم دور في تفضيل بديل استراتيجي أو استراتيجية دون أخرى، إنها قد تؤدي إلى إحداث تغييرات تمسهم سواء في الهيكل التنظيمية أو في العلاقات. وبالتالي فإن دور الإدارة العليا، إحنا لما بنتكلم عن اتجاهات ذوي النفوذ بنتكلم على بندرس فيها دور الإدارة العليا. دور الإدارة العليا هي الإدارة العليا تقع في مواقع رئيسة وحساسة، يعني بتستأثر من خلالها بالقوة والسلطة والتحكم في اللي هي كل السياسات السائدة في المنظمة. وإذا بناء على اتجاهاتها وميولها تصدر القرارات الاستراتيجية. طبعا بناء على اتجاهات وميول الإدارة العليا تقوم بإصدار القرارات الاستراتيجية التي تحدد مراكز المسؤولية وشغل المواقع الرئيسة. طبعا كل ده من شأنه ان هو يساعد على اختيار استراتيجية دون اخر، طبعا حتى يستمر الادارة نفوذها وتحافظ على علاقتها وتبقى يعني في مكانها فترة اطول. اذا دور الادارة العليا بحكم موقعها التميز بالقوة والسلطة والتحكم في كل السياسات السائدة في المنظمة، بناء على اتجاهاتها وميلها تصدر القرارات الاستراتيجية التي تحدد مراكز المسؤولية وشغل المواقع الرئيسة، وبالتالي كل هذا من شأنه أن يساعد على اختيار استراتيجية دون أخرى حتى يستمر لها النفوذ
والمحافظة على العلاقات والبقاء في مكانتها أو في مكانها أطول فترة ممكن. الإدارة الوسطى، يبقى احنا اتجاهات ذوي النفوذ في المنظمة، الإدارة الوسطى، الإدارة الوسطى تقع طبعا زي ما احنا عارفين في مكان وسط أو حلقة وصل بين القمة وبين القاع داخل المنظمة. لكي يحافظوا على مكانتهم وتماسكهم يجب أن يكون لديهم يعني الإرادة القوية لدى مرؤوسيهم، يعني لا يعني إيه؟ يعني تكون أن يولدوا أو يوجدوا الإرادة القوية لدى مرؤوسيهم للعمل والإنتاج في اتجاه معين. عشان يتحقق ذلك لابد أن يكونوا على وعي تام باحتياجات ورغبات مرؤوسيهم، وبالتالي مدير الإدارة الوسطى سيتم تقييمهم من قبل الإدارة العليا لأغراض الترقية أو منح العلاوات، فبالتالي هم يعتمدون على أداء مرؤوسين. يعني دور المدير الوسط بيتشعب زي ما احنا بنقول صعودا وهبوطا ما بين الإدارة العليا والإدارة الدنيا، فعليه أن يحافظ على التعاون وحسن التعامل مع مرؤوسيه، وفي نفس الوقت أن يحقق رغبات وطموحات الإدارة العليا. مستوى المخاطر الذي يمكن قبوله، طبعا احنا نعلم جيدا ان هناك علاقة طردية ما بين درجة المخاطر وبين مقدار الربح الذي يمكن تحقيقه. يعني كلما انخفض مستوى المخاطر زادت درجة التأهب وانخفض كذلك الربح المتحقق. بقى كلما انخفض مستوى المخاطر زادت درجة التأهب وانخفض كذلك الربح المتحقق. مع ارتفاع مستوى المخاطر بيزداد عنصر عدم التأكد طبعا، ويكون احتمال الربح عالي، وبناء على ذلك طبعا فإن يعني اتجاهات الإدارة نحو درجة المخاطرة بالنسبة يعني هي بيبقى ليها درجة مخاطرة معينة الإدارة محداها والمترتبة على قبولها لاستراتيجية معينة، يبقى في درجة مخاطرة معينة الإدارة بتقوم بتحديدها بناء يعني التي يمكن قبولها لكل استراتيجية يتم اختيار. طبعا المخاطرة المحدودة الإدارة تقسم بالميل للمخاطرة المنخفضة أو المحدودة، فبتختار استراتيجية دفاعية. يعني إيه؟ بتكون تصرفاتها مجرد رد فعل الأحداث البيئية. يبقى الإدارة اللي ثقافتها مجرد إنها أو تتسم بالميل للمخاطرة المنخفضة أو المحدودة فعادة ما تختار استراتيجية دفاعية، ويكون تصرفاتها مجرد رد فعل الأحداث البيئية، وبالتالي فإنها تعتمد على الاستراتيجيات السابقة اعتمادا كبيرا. وفي بعض الأحيان في بعض المنظمات تميل إلى تجنب المخاطرة أو تحجيمها، فهي أيضا تستمر على استراتيجياتها الماضية ولكن تجري تغييرا جزئيا في بعض أجزاء الاستراتيجية، يعني محاولة منها للتكيف مع المتغيرات البيئية. يبقى المخاطرة المحدودة طبعا احنا هنا بتعكس ثقافة المنظمة التي تميل إلى المخاطرة المنخفضة أو المحدودة، وبنسمى ما علاقة ذلك بالاختيار الاستراتيجي، هي تتبنى استراتيجيات دفاعية وتكون تصرفاتها مجرد رد فعل الأحداث، وهي تعتمد على استراتيجياتها السابقة اعتمادا كبيرا، فبالتالي تستمر على استراتيجيتها الماضية مع التغيير الجزئي في بعض أركانها أو في بعض أجزائها، محاولة للتكيف مع المتغيرات البيئية. طبعا في مستوى المخاطرة العالية بالنسبة للإدارة لديها استعداد لتحمل درجة عالية من المخاطرة، فبالتالي استراتيجيتها المتبعة أو التي ستتبعها ستكون الاستراتيجية الهجومية، وغالبا ما يعني هذه المنظمات تحاول هي التي تصنع الأحداث، هي التي تحاول إحداث تغييرات في البيئة، لا أن تكون تصرفاتها مجرد رد فعل كما هو الحال في الثقافة الأولى اللي هي المخاطر أو المخاطرة المحدودة، مجرد رد فعل الأحداث البيئية فهي تتبنى الاستراتيجيات الدفاعية. لكن المنظمات التي تتحمل المخاطرة العالية فإنها تتميز استراتيجياتها بالسمة الهجومية، وتتبنى مشروعات تحاول من خلالها إحداث تغييرات في البيئة. التوقيت المناسب، طبعا التوقيت المناسب الخاص بالاستراتيجية عنصر هام أيضا لنجاح الاستراتيجية
واستمرارها أو فشلها. المدى الزمني المتاح للاختيار، الوقت اللي تأمل فيه الإدارة أن تحقق الاستراتيجيات تحقق النتائج اللي بتسعى عليها أو العوائد المأمولة، دي طبعا بتبقى من الأمور اللي بتشغل ذهن الإدارة. طبعا لجانب دراسة الوقت، طبعا في دراسة الوقت بيكون في السوق مستعدا بالنسبة لاستقبال منتجات المنظمة، يبقى عنصر الزمن، التوقيت الخاص بالاستراتيجية عنصر هام بالنسبة لنجاحها واستمرارها كما أشرت، لأن المدى الزمني المتاح للاختيار من بين الاستراتيجيات والوقت اللي الإدارة بتأمل فيه أن تحقق استراتيجياتها الاستراتيجية تحقق النتائج المرجوة من الأمور أيضا التي تشغل ذهن الإدارة، لأن يعني كل ما كان الوقت المتاح للاختيار طويل تكون هناك فرصة زمنية لتقييم البدائل، وتكون أمام الإدارة أكبر فرصة طبعا لدراسة التقييم والمفاضلة بين الاختيارات المتاحة. الوقت المتاح، لما نتكلم عن التوقيت بنتكلم عن الوقت المتاح للمنظمة أو للمديرين، كل ما كان لديهم وقت طويلا كل ما كان لديهم وقت طويلا طويلا متاح، فبالتالي يكون أمامهم فرصة أكبر لدراسة التقييم والمفاضلة بين الاختيارات المتاحة. فالتوقيتات، لكن طبعا ضيق الوقت أو التوقيتات الحرجة يعني بتجعل الوقت محدود أمام الإدارة، وبالتالي يعني بيكون لديها عدد محدود، أو هي التي تقوم بتحديد عدد البدائل التي سيتم دراستها، لأن طبعا كل بديل محتاج كمية ونوعية معينة من المعلومات، ولإجراء عملية التقييم يصعب في ضيق الوقت أن تتم هذه الخطوة في حالة وجود بدائل عديدة أمام المنظمة. فضيق الوقت بيدفع المنظمة أنها تقوم بتحديد عدد البدائل التي تقوم بدراستها. التوقيت، لما نتكلم عن التوقيت برضو بنتكلم عن توقيت العوائد، يعني توقيت العوائد مهم أيضا في اختيار الاستراتيجية المناسبة. ده طبعا بيتوقف على اتجاهات الإدارة، هل الإدارة متعجلة أم يمكنها الانتظار فترة أطول لتحويل أو لتحقيق النتائج المرجوة. طبعا كلما كان تحقيق العائد على فترة زمنية أطول، طبعا ده بيؤدي إلى ظهور بعض المشاكل المالية، الأمر اللي بيدعو طبعا المنظمة لابد أن تقوم بالدراسة والاستعداد له. توقيت العوائد، مقصود بتوقيت العوائد ده بيتوقف على اتجاهات المنظمة، هل تتعجل العوائد أم يمكنها الانتظار لفترات طويلة. الموارد التنظيمية، الموارد التنظيمية هي أهم المعايير التي يعني تعد من أهم المعايير الواجب مراعاتها عند اختيار الاستراتيجية المنافسة. طبعا هي الموارد، هي طبعا احنا بنعتبرها هامة لأنها هي تمثل مصدر من مصادر القوة التي تمنح المنظمة الميزة التنافسية أو تميزها تنافسيا، يعني قد تميزها تنافسيا أو قد تحد من تحقيق أهداف المنظمة. طبعا تتعدد الموارد، يعني عندنا الموارد المالية هو عامل مهم طبعا، بيمنح المنظمة مرونة كبيرة عندما تختار بين بديل وآخر، لأنها بتساعد على تحقيق قدر من السيولة أو حتى الأصول ذات القابلية للسيولة. موارد الشركة المالية بتساعد على قدر يعني بتساعد المنظمة على انتهاز الفرص، يعني كلما كانت متوفرة ساعدت المنظمة على انتهاز الفرص المتاحة لديها. احنا قلنا الموارد المالية هي عامل هام في اختيار البديل الاستراتيجي، لأنه بيمنح المنظمة مرونة في عملية الاختيار بين البدائل، وبيساعد المنظمة على تحقيق قدر كبير من السيولة أو الأصول ذات القابلية للسيولة. المورد الثاني الموارد المادية، المقصود بالموارد المادية اللي هي التسهيلات المادية زي المباني، المعدات، الآلات، وطبعا هي قيمتها في مدى أهميتها لتطبيق استراتيجية معينة دون أخرى. يبقى قيمتها بتكمن في مدى أهميتها لتطبيق استراتيجية معينة دون أخرى. المورد الثالث طبعا الذي لا يمكن تجاهله، الموارد البشرية. الموارد البشرية من أهم المعايير المحددة لاختيار البديل الاستراتيجي، لأنها طبعا الشركة بتقوم بتقييم الجوانب المهارية والإدارية المتوفرة لديها حتى يمكن لها الاستفادة منها أقصى استفادة ممكنة
ويعني ومحاولة توفير ما تحتاج إليه من ما ستحتاج إليه من موارد بشرية. الموارد البشرية طبعا من أهم المعايير المحددة لاختيار البديل استراتيجي معين. لذا يجب أن تقيم الشركة الجوانب المهنية والإدارية المتوفرة لديها حتى يمكن الاستفادة منها أقصى استفادة ممكنة، ومحاولة توفير احتياجاتها من الموارد البشرية. استعرضنا في هذه المحاضرة العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار البديل الاستراتيجي. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.